الفريقين بجوج كيعجوا مشاكل من نوع مختلف. يعني اكيد ان الفريق اليوسفي يعاني على مستوى المكتب المسير، كاين مشاكل صراحه نتمنى هذه المشاكل يعني تبقاش، لان ما ماشي في صالح الفرقه. شوفوا هذه محاوله ديال الفريق اولمبيك سافيون، كل فريق اولمبيك سافيون النجاري. يونس النجاري كيف تتح التسجيل في هذه الاثناء الدقيقه 22، فريق اولمبيك اسفي بكره غلطت الجميع، يعني حتى الطريقه اللي هبط ودار يعني ضربه رودري الهلالي، ما يعني تبع كره بعيني ما يعني اولى الاهداف كنلاحظوا هنا كانت تمريره يعني عرضيه كي تمكن منها يونس النجاري ولكن ما كذبتش انا وعدني مهدي ويا انه غادي يكون معنا ضيفا هنا في قناه شوف تي في ان شاء الله ابتداء من الاسبوع المقبل ان شاء الله، يكون معنا ان شاء الله. مرحبا به نتكلموا كذلك على المسيره ديالو وعلى شنو هي كذلك. كاين اللاعب الجزائري هذا اللي كيتم الاعتماد عليه، هو من مواليد 93، هواري فرحاني 64. جول لفريق اولمبيك سافي، بونيفاس كيسجل الهدف في الدقيقه 38. هذا واخا ما تكونش ناعس تصفق على هذا 38 يعني برافو. شكرا كيفاش تعطات لين دو، كيفاش تمر كيبان لي استفد من اللقاء السابق، اللقاء اللي كان واخا نهزموا بثلاثة مع نهضة زكريا عبوب، واستفاد من المقابلة. برافو زكريا بالفعل. وهذا صراحة الهزيمة شوف موفيز هذه المحاولة، هالخطأ فين كيكون محاولة لميراتو جول هجمة مرتدة رائعة كتختتم بهدف ولا اروع، جول لصالح فريق اولمبيك اسفي. عبد اللطيف ما عنده ما يدير، لا اله الا الله، يعني الجماهير مسفيوية حاضرة. كنشوفوا حتى الطريقة اللي تم التمرير، شوف 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 الجول، شوف هنا ما كاينش تسلل، ما نظنش انه كاين تسلل. الى كانت الدوره كاين تسلل لاميرات الطريقه باش قذف 74 اخويا خالد، الدقيقه 74 ركنيه لصالح يوسفية برشيد، لعلها تاتي بالجديد. محاوله جول هدف زوين، جول لفريق يوسفية برشيد عن طريق اللاعب يوسف شوف بالاريتي يوسف بوعبيد بالفعل اللاعب اللي تم الاقحام ديالو في الشوط الثاني 3-1، ارتقاء جيد على ما اظن. ما كاينش الخطا القادمون من الخلف، هذه التمريره ديال جاريسي هي باش ضربات ديفيات هي اللي خلى